حالة من السعادة تنتاب صناع فيلم 678 بعد إقامة الأمم المتحدة حفل تكريم لأبطال العمل لمجهودهم في مناقشة قضايا المرأة ومناهضة العنف ضدها. تم عرض الفيلم خلال حفل التكريم الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة. الفيلم تأليف وإخراج محمد دياب وبطولة نيلي كريم وبشرة وماجد الكدواني وباسم سمرة وناهد السباعي وسوسن بدر وأحمد الفيشاوي، وتدور أحداثه حول ظاهرة التحرش الجنسي التي ظهرت في عددا من المجتمعات العربية في محاولة لرصد أسبابها والحلول الممكنة لها. جدير بالذكر أن الفيلم تم ترشيحه مؤخرا للمشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان أفلام المرأة بسلا في المغرب خلال الفترة من 19 إلى 24 سبتمبر القادم. اللي هيمد إيده عليا هقطعها له. حد ياكل بصل بالليل؟ متجوزك عشان كده بس؟ من متجوزك عشان العب معاك طاوله؟ كل ما بشوفك بفتكر هم عملوا فيك ايه. عارفين بقى ايه اكتر حاجه محتاجاها اي بنت من الراجل؟ الامان، وانا ما بقتش حاسه بيه. انا كل يوم بركب اتوبيس وكل يوم بيحصل لي زفت. عايزين نبقى عقله ازاي؟ اللي يعمل كده في واحده يستاهل. ردي عليا قولي لي يستاهلوا ولا ما يستاهلوش؟ يستاهلوا.